كون عمان عدنان جاوب محطة أولى قنيطرة بخصوص الزيادة اللي الآن تطرح نفسها. كاين السبب الأول والرئيسي اللي هو الوضع جوجو السياسي اللي وقع الآن على الساحة العالمية اللي حنا كلشي عارفو. فيما يخص كيف خصنا بعدا واحد أونتخ بارونتيز واحد بنوال الرأي العام بالنسبة لأصحاب المحطات ما عندهم حتى شي دخل لا في الزيادة ولا في النقصان. هاد الزيادة هي كما قلت واحد سنعرفوا بأن المغرب واحد البلد اللي غير منتج للبترول، لذلك كنشغل أننا نستوردوا 100% من الحاجات الطاقية بما فيها ليسونس غازوال فيول صناعي إلى آخره. ناخذوا مثال اللي دايرة الآن أيامات البوز اللي هو الغازوال. الغازوال خصنا نعرفوا بشحال كيوصل عندنا للمغرب. مثلا الا بغينا نقولوا فهاد الايام فهاد الاسبوع الصارم كيوصل ب 7.30 دراهم. الا زدنا عليه الضريبه لاتيك بما يسمى بلاتيك اللي هي ضريبه على ضريبه الكونسوماسيون، هاد الضريبه هادي اللي كتحدد في الدوله ب 3 دراهم. الا ضفنا على 7 دراهم هي 10 دراهم زائد 10% ديال التيفيا كتولي 11 درهم. بما في ذلك كتبقى هذيك بلا ما نهضروا على التخزين، بلا ما نهضروا على الترونسبور، بلا ما نهضروا زياده الى بقاو في المصاريف اخرى. نورمالمون تتبقى واحد الهامش ديال الربح ديال الدرهم اللي كيفرقوها الموزعين مع اصحاب المحطات. هذا فيما يخص الغازوال وكيسرع على ليسانس ايضا. بالنسبه لهاد الزيادات اللي كاينه لحد الان، فانا تنشوف من الطبيعي ان الدوله خصها تدخل، دير شي تدخل، تحاول تمشي في اتجاه ديال انها تزيد واحد المخزون ديالها ديال اللي كيكفي واحد 6 شهور وما ولا عام. لان علاش كما كنا كنعرفوا شحال هادي كانت لاسامير، لاسامير كان هو ديال التكرير البترول، كان تيجينا كناخذو خام وعاد كنكرروه في المغرب، كيتقام لينا موان شير مي كنستوردوه 100%. دابا لا، دابا كان الوضع الحالي اننا كنجيبوه رافيني يعني مكرر، هادشي شي تقام لنا شويه غالي. كاين حلول، نطرحوا حلول. وفحال انا كنشوف بدا تجربتي المتواضعه، الحل الانسب هو انه كما قلت لك يداروا واحد كيتسمى المخزون استراتيجي، يتبناو ويكونوا عندنا. علاش؟ لان حنا دابا في المخزون ديالنا ديال الشركات ما كيفوتش واحد الشهر ولا شهرين، ماكسيموم شهر ولا شهرين، دونك تنضطروا نستوردوا مره اخرى. دونك الا قلنا الا كان عندنا واحد المخزون كيتسمى مخزون استراتيجي، غنتفقوا ليه فوق الشاشه الوقت اللي غادي تكون عندنا واحد الازمه بحال هذه، واحد الظرفيه خاصه هنا نقدروا نمشيو مثلا لا قدر غادي يساهم هذا في واحد الاستقرار ديال الاسعار، او موا يساهم في واحد الاستقرار واحد المده معينه. اما فيما يخص الناس اللي كيقول لك تيستوك موني ستاسيون تيستوكي ولا حنا العاصمه ما تيكونش عندنا العين ديالها الا نهار بنهار. مثلا تقدر انت مزهرك، هذيك غير كتكون مصادفه، انا كنقول بان مصادفه كيكون واحد مثلا واخد لو ستوك، مثلا خديت انا السلعه اليوم زاد هو مثلا 2 مثلا نفرض، هذيك كتكون مصادفه يمكن بين كذاب انت واحد ما عارف، لان هذا الوضع جديد تداعيات كورونا خرجنا منها حنا في الحرب. هذا الوضع اللي كاين دابا التذبذبات حتى واحد ما عارف فوقاش غادي ينتهي ولا فوقاش غادي تكون عندها واحد او موا واحد الحل ولا واحد الحل.